البنش زكريا مرحبا. اليوم عندنا فقره ديال الضيف المفاجاه، وهذه فقره جديده اللي كيكون فيها واحد الضيف اللي انت ما كتعرفوش واللي حنا كنتصلوا به باش يحضر معنا. الضيف هذا اللي حضر معنا اليوم كما غتجيب لي شي واحد عاوتاني نقول لك شريت لي طوموبيل ولا شي لعبات. هذا الضيف اللي كانت عندكم خلافات قبل، وهذه الخلافات وصلت لواحد الوقت للسب والشتم بيناتكم. خلافات زعما اطار الموسيقى وداك الشيء ما نقدرش نقول لك اكثر. اللي مور الستار الان شكون في نظرك؟ راه ما باينش، كتبان سيلوات ديال الانسان محسن راسه ولا ما عاد شعره مدور كيبان من هنا. قول لي دور شويه. في نظرك شكون؟ طيب انا الصراحه كان عندي خلافات مع بزاف فهمتي. نعم. زيد حدد لي، عطاني دي زانديس. هاد الضيف هذا حتى هو عنده جمهور كبير تبعوه تبارك الله، وحتى هو في الميدان ديالك زعما معنا في الموسيقى. نعم. مازال كاين بزاف ديال الناس كانوا عندي معاهم خلاف وعندهم تما جمهور كبير. مازال عندي مع خلاف؟ ما نقدرش نقول لك اكثر. خلينا نكتشفوا. غادي نكتشفوا الان تحت ثقتكم الضيف المفاجأة. الجراندي توتو. الجراندي توتو. السلام عليكم. قل شي لي، عندك مع خلاف السب والشتم؟ شوف شكون كان يقول واحد النهار غادي تجمعوا بجوج بعدا بحال هكا. صراحه مرحبا. سي ان بليزير. شوف سي هادشي سبونت كار السوق شحال هادي فهمتي. نعم. احسن حاجه درناها انا ويا ياسك سالينا الصداع، داك الصداع جوبونس ما كانش كاع خص هو راه نفعنا بجوج. كنا ريحنا يدرني ما كنا هضرنا هاد اللعيبه، داك الصداع فريمون نفعنا بجوج فهمتي. نعم. فريمون وحركنا كانوا في الاول خلافات، كان هضره قاصحه بيناتكم شي شويه. نعم. كل واحد اتيتيود ديال الانسان. نعم. وصافي صافي دون جيم فهمتي داك الشيء ضروري ثقافه في الراب فهمتي. نعم. مرحبا بك اولا بعدا. ميرسي بوكو. الله يبارك فيك. والله فيديو سون بليزير. ميرسي بوكو لانفيتاسيون.